عملية تنظيف روتينية تحولت لمحنة مرعبة، يعني هذا العنوان اللي ممكن أوصف فيه الفيديو اللي راح تشوفوه الآن لعمال تنظيف في بكين. العمال مثل ما شفتوا كانوا بيقوموا بمهمتهم عشان ينظفوا زجاج برج السي سي تي في اللي هو مبنى تلفزيون المركز الصيني، وهو بيعتبر ناطحة سحاب مو مبنى عادي، فبيبلغ ارتفاعه 234 متر. يعني متخيلين الموقف المرعب وإيش الشعور اللي شعروا فيه العمال وهم كده معلقين في الهواء، والهواء قوي جدا وما قادرين يثبتوا نفسهم بأي شيء. على العموم تم تداول معلومات والتأكيد أن العمال الحمد لله كلهم بخير.